السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، مرحبا بكم اليوم معنا في مطبخ شهيوات مريم نور. اليوم غادي نقدم لكم واحد الأكلة سورية غزالة كتحمق. اليوم غادي نخدمو الكنافة. تنحتاجو 250 غرام ديال شعرية الكنافة، فواكه جافة مهرمشة، كاين هنا زبيب، لوز، اكاجو، كركاع، علبة ديال الجبن طري، كاس ديال السكر بلاسينس، كاس ديال الزبدة، ومعلقة ديال العسل. تناخدو الكنافة ديالنا تنقطعوها طريفات صغار بحال هكا، تنبقاو غادي على هاد الطريقة. تنكملو الكنافة ديالنا كاملة، من بعد ما فتتنا الشعرية ديال الكنافة ديالنا بهذه الطريقة، غادي نضيفو سكر كلاصي والزبدة ديالنا، وندلكوها مزيان باش تشرب كاملة الزبدة. خاصها كاملة تدهن. من بعد ما شربناها كاملة بديك الزبدة والسكر كلاصي، وغادي نخليوها دابا جانبا، وغادي نصوبو الحشوة. الحشوة نديرو فيها علبة ديال الجبن الطري، غادي نضيف عليه مكسرات نقرطهم مقرطات صغار، فيه البيستاش، فيه الزبيب، فيه الكركاع، فيه اللوز، غادي نزيد واحد المعلقه ديال العسل ونخلط كل شيء مزيان، كيتواتوا مع بعضياتهم، كتجي واحد الطعمه رائعه وغزاله. الإناء اللي خديت فيه صغير شويه، داكشي علاش ما لقيتش كيفاش نحرك على خاطري. كنخلطوها مزيان. ها هو ده الجبن ديالنا مع العسل والفواكه اللي كنكون مقطعين طراف، نخليو جانبا. كنشدو هاد المول ديال الكاكاو وغادي نفرشو فيه جبنة، تنضغطو عليهم مزيان ديك الشعرية ديالنا، تندير الجوانب ونضغط مزيان. وتبقاو بهذه الطريقه غادي حتى كنكملوهم كاملين. من بعد ما عمرنا العشيشات، دابا غادي ندير الحشو الوسط، كل وحده ندير فيها الحشو.
ملي غادي نعمرهم كاملين غادي نرجعو نغطيوهم بديك الشريه ديال الكنافه ونغطيوهم مزيان بهذه الطريقه نرجعو نسدوهم ونغطيوهم مزيان باش تاخذ الشكل تنبقاو غادي بهاد الطريقه حتى كنكملوها كامله من بعد ما غلقناهم كاملين دابا غادي ندخلهم الفران يطيبوا ويتحمروا وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم اعزائي ها هي دي الكنافه ديالنا بعد ما خرجناها من الفران وهي سخونه غادي نسقيوها بالسيرو اللي صوبناه بالقطر اللي درنا فيه السكر والماء وما زهر شي جو غزال السيرو يكون بارد وهي تكون سخونه باش تشرب داك القطر مزيان نتمنى تجربوها راه كتجي غزاله هانتوما كي شفتو ها هي بدات كتشرب غادي تشرب مزيان وغادي نقدموها لكم اعزائي البسبوسه ديالنا ها هي دي وجدات زيناها بالبيستاش وبالورد ومع القطر فيه النكهه ديال المزهر غتجي غزاله وكتحمق نتمنى تكون نالت اعجابكم وتجربوها كتجي غزاله وزوينه وكتحمر الوجه للضياف لوليداتكم لداركم وجدتها في هذا الشكل بهذا الشكل اعزائي اللي عجبكم الطبق ديالنا ما تنساوناش كما العاده من جيم وابوني وتفعيل الجرس وخليو لينا شي كومونتير الى اللقاء